أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تكلمنا في المجلس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وقلنا أن سبب نزول هذه الآية هو مصطح بن أثاثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقلنا أنه قد اجتمع في مصطح الأوصاف الثلاثة: أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. كما قلنا أنه لما ثبت لمصطح الهجرة في سبيل الله تبين لنا أن الكبائر لا تحبط الأعمال، إذ أن مصطح قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ولا شك، وهو القذف. ومع ذلك أثبت له الهجرة في سبيل الله، فدل على أن الأعمال إنما تحبط بالشرك إذا مات الإنسان على ذلك، كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. يرمون، الرمي هو القذف بالزنا، يرمون المحصنات أي يقذفونهن بالزنا. والمحصنات إما ذكرت يدخل فيها الرجال يقيناً أو قطعاً، وخصت النساء لأن القذف في حقهن أشنع، أو نقول أن هناك تقدير وهو: إن الذين يرمون الأنفس المحصنات الغافلات المؤمنات، ليدخل في نفس الآية الرجال والنساء. المحصن هنا ما المراد به؟ ها؟ العفيف. وقلنا إن المحصن في القذف يختلف تعريفه عن المحصن في الزنا. والمراد في هذه الآية هو القذف والزنا، القذف. ولذلك المراد بالمحصن هنا والمحصنات أي العفيفات الغافلات. الغافلات جمع غافلة، وصف آخر للمحصنات، والمراد به أنه لم يخطر لها بال فعل الفاحشة لبعدها عنه، لبعدها عنها. وهذا من كمال عفتها، وهذا من كمال عفتها. فكيف ترمى محصنة، بل زيادة على ذلك غافلة، لم يخطر على بالها، لم تحدث بها نفسها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: المؤمنات.
المؤمنات وصف زائد، والغافلات المؤمنات يا أخواني خرج مخرج الغالب، فإن الغالب في المحصنة وهي العفيفة أن تكون مؤمنة وأن تكون غافلة عن فعل الفاحشة. لعنوا في الدنيا والآخرة، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولهم عذاب عظيم. وهذا من بقية قصة حادثة الإفك ولها ارتباط بها، فإن عائشة رضي الله عنها محصنة وغافلة ومؤمنة، بل أثبتت لها خادمتها أنها غافلة، أن الداجن تأتي تأكل من يدها وتذهب من غفلتها، فلا يخطر على بالها فعل الفاحشة رضي الله تبارك وتعالى، وهي عامة في كل نساء المسلمين. وعائشة تدخل في هذه الآية دخولا أوليا، لا سيما وهي سبب نزول هذه الآيات. وقد قررنا أن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة على القول الصحيح، بعض أهل العلم أيها الإخوة خص هذه الآية بعائشة، قال إن هذه الآية سيقت مساق، يعني مخصوص بها عائشة فقط وليست عامة، والسبب في ذلك أنه لم يذكر فيها حد القذف. هل يوجد في هذه الآية حد القذف؟ خلاف الآية الأولى ولا لا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جيدة. هنا في هذه الآية قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، هل ذكر حدا؟ لا. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية خاصة في عائشة لعدم ورود الحد فيها، وأن من قذف عائشة فله اللعن في الدنيا والآخرة وله العذاب العظيم. ويرى بعض أهل العلم أن الآية عامة وليست في عائشة خاصة، وهذا هو رأي ابن جرير الطبري إمام المفسرين، وتابعه على ذلك ابن كثير رحمة الله عليهم. أما ما الإجابة بعدم ذكر الحد، فقالوا الإجابة في ذلك أن هذه الآية أتت مجملة فسرتها الآية الأولى التي في أول سورة النور، التي ذكرت الحد، لهم عذاب أليم في الدنيا، أي الحد المذكور في الآية الأولى. ومن العلماء من أجاب بأن هذه الآية نزلت أولاً بدون ذكر التوبة، إذ لم يذكر في هذه الآية توبة. هل ذكر؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، لم يذكر توبة، لم يذكر توبة ولم يذكر حداً. ثم نزلت الآية التي في أول السورة والتي ذكر فيها التوبة، ولا شك أن القذف أيها الإخوة من الموبقات. وهل يصح أيها الإخوة أن نقول أن هذه الآية نزلت في من لم يقم عليه الحد؟
فله اللعن، لأن كثير من الناس يقذف ولا يشهد عليه أربعة أنه قذف ولا لا، فهذا وعيد آخر لمن لم، أي بمعنى أنه ليس معنى أنه قد لم يستطع أن يقم عليك الحد أنك قد سلمت من هذا القذف. نستطيع نقول هذا؟ أقول أنا أقوله الآن بنفسي، فإن قال به أحد من العلم فأنا أقول به، لأني لم أجد أحدا قال به، لكنه شيء انقدح في نفسي وقلت لما لا تكون هذه الآية في من لم يتب، في من ذو يعني في من قذف ولم يتب ولم يطهر بحد، وتلك الآية في من تاب وطهر بالحد. واضح يا أيها الأخوة؟ فإن وجدتم أحدا قال به فأنا أقول به، ويجمع بين الآيتين، والله تبارك وتعالى أعلم. ولا شك أن القذف من السبع الموبقات كما ثبت ذلك في السنة، جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، وذكر منها السابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب، لعنوا في الدنيا والآخرة. يذكر بعض أهل العلم مسائل اللعن عند هذه الآية، فهل يجوز لعن الكافر؟ قال بعض أهل العلم الذي مات على كفره وعلم كفره كفرعون وهامان يجوز، كما أن لعن الكافرين على وجه العموم جائز، أما لعن الكافر المعين فهل يجوز؟ نقول لا يجوز، والسبب يا أخواني لأن اللعن هو أن تدعو عليه ببقائه على كفره، والمسلم ليس بلعان، المسلم خلقه هداية الناس لا الدعاء عليهم بالبقاء على الكفر والفسق. إذن الفاسق المعين والكافر المعين فيه خلاف بين أهل العلم في جواز لعنه وعدم جوازه، والأولى عدم فعل ذلك، لأن اللعن يقتضي الدعاء على الملعون بالبقاء على الكفر أو الفسق، ثم قال الله سبحانه وتعالى متوعدا محذرا، وهذا مما يعضد ما قلت لكم أن هذه الآية لعلها تكون في من لم يقم عليه الحد ولم يتب، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم أرجلهم، إن لم يشهد عليك الناس ويقيمون عليك الحد فإن لسانك ويدك ورجلك شاهدة عليك بما قذفت به ذلك المؤمن البريء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سواء بالقذف أو بغيره. وقد جاء في حديث أنس بن مالك قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أجيز شاهدا إلا من نفسي، أنا ما أقبل شاهد يشهد فلان زيد ما أشهد إلا من نفسي، فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله،
تشهد اليد وتشهد الرجل ويشهد الفرج ويشهد اللسان، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكنا، أي أيتها الأعضاء، وسحقا، فعن كنا كنت أناضل، يعني عن كنا وعن أن يمس كنا النار كنت أناضل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قال ابن عباس: أي حسابهم. وكل ما في القرآن دينهم فمعناه حسابهم، وكذا قال غير واحد من أهل العلم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قرئت الحق بالفتح، دينهم الحق صفة للدين، وقرئت يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق صفة لله تبارك وتعالى، لفظ الجلالة، أي يوفيهم الله الحق دينهم. وهي قراءة شاذة. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي الثابت، أن وعد الله سبحانه وتعالى ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. الخبيث هو الرديء، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الرديء منه. ما معنى الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات؟ اختلف فيه أهل التفسير على قولين. القول الأول: الخبيثات من القول، للخبيثين من الرجال، أي أن الخبيثين من الرجال يقولون القول الخبيث، والخبيثون من الرجال، للخبيثات من القول، والطيبات من القول، إلى آخره. فالحديث حديث عن القول لارتباطه بحادثة الإفك، ولأن الله عز وجل قال بعدها: أولئك مبرؤون مما يقولون. واختار هذا ابن جرير الطبري رحمه الله، ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس. فما نسبه أهل النفاق لعائشة هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم، ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بذلك الأشخاص، وهو: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء. تعريض بمن؟ والطيبات، أي نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم طيب فلا بد أن تكون زوجته طيبة، فالمراد به الأشخاص. هل هناك تعارض بين القولين يا أخواني؟ لا تعارض بين القولين، فالقول الثاني يعود باللازم على القول الأول، يعود باللازم على القول الأول. أي ما كان معنى القول الثاني: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل البشر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. لم يقل أولئك مبرؤون من الإفك. لماذا نص على القول هنا؟ قال العلماء: للإشارة إلى أن الإفك هذه بكاملها لم يعد أن يكون قولا، لا حقيقة له،
لا واقع له، لا أساس له، لم يعد أن يكون قولا. أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة، أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب، لأن الإنسان إذا ابتلي أعطي من الحسنات ولا لا، أو غفر له من السيئات. فالابتلاء يا أخواني إما أن يكون رفعة في الدرجات أو مغفرة للسيئة. ولذلك أولئك لهم مغفرة، أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب، ورزق كريم، أي عند الله في جنات النعيم. وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة زوجة له في الجنة. بهذه الآية أخون، بهذه الآية أيها الأحبة، تكون قد انتهى الحديث عن حادثة الإفك. كم آية المجموع؟ 16 آية، 10 خاصة في عائشة، و6 متصلة بحادثة الإفك. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآن بدأ يا أخواني بأدب شرعي جديد، وهو من الآداب الذي تحفظ المجتمع المسلم وتحترم خصوصيته، وهو خلق رفيع، لأن الله عز وجل قد جعل لهذه البيوت حرمة. فناداهم باسم الإيمان إغراء لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أي البيوت التي تسكنونها، سواء تلك البيوت التي ملكتموها أو التي استأجرتموها، فإن المستأجر مالك يا أيها الإخوة. ما أحد ما يقول والله أنت مستأجر والله مالك دخل، مثلا صاحب البيت الأصلي يقول إن الله أمر أن لا ندخل البيوت، ومعه مفتاح سبير يدخل على بيوت الناس، على من أجره، ويقول أنا صاحب البيت. نقول لا، الله سبحانه وتعالى قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أي البيوت التي تسكنونها، لا يقصد فقط التي تملكونها، أي التي تسكنونها سواء كانت ملكا أو أجارا، حتى تستأنسوا. استفعال من الأنس الذي هو ضد الوحشة، وهو رأي الطبري رحمه الله. وقال آخرون أن الاستئناس هنا بمعنى الاستئذان، والأول أرجح. لماذا؟ لأن الأنس أعم من معنى الاستئذان ولا لا؟ ربما يؤذى الإنسان ولا يستأنس به، أليس كذلك؟ فإذا قال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ويدخل فيه الاستئذان، لأن الاستئذان أول باب من أبواب الاستئناس ولا لا؟ لكن الاستئناس أعم، ربما يستأذن الإنسان لك لكن يدخل تأذن له وأنت ما تدري شيء. فأمرنا الله عز وجل أن ندخل بيوت الغير حينما نستأنس، أي يستأنسون بنا، أي استفعال من الأنس يأنسون لنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وتسلموا، يعني أمرهم ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا ويحصل به الأنس ويسلموا بعده، فيستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده.
قال بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه الآية فيما ذكره الطبري أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني فيها، والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي، وأنا على تلك الحال، فنزلت هذه الآية. وقد جاء في السنة أيها الإخوة آداب الاستئذان، منها أن الاستئذان ثلاث: فإن أذن للإنسان وإلا يرجع. الأمر الثاني، كل هذا يا أخواني من باب خصوصيات واحترام حرمة البيوت، ألا يقف تلقاء الباب. جرت يا أخواني العادة في القرى والهجر أن تكون الأبواب مفتوحة، ففتح الباب ليس إذنا بالدخول، فلا بد من الاستئذان ولا بد من السلام، بل فضلا عن الاستئذان أن يحصل بك الأنس. من الآداب التي وردت بها السنة في الاستئذان ألا يقف تلقاء إيش أمام الباب، يعني ربما فتح الباب فكشف من بداخله، وإنما يكون يمينا أو شمالا. من الآداب ألا يطلع من إيش من النوافذ من الثقب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر عين من رأى. هذه كبيرة، يعني شيء أن تهدر دم من اطلع على بيوت الناس. من آداب الاستئذان أيها الإخوة أن يعرف بنفسه. بعض الناس يقول: من؟ يقول: أنا. من أنت؟ لابد أن تقول: أنا فلان بن فلان، ولا أبو عبد الله. أبو عبد الله هذا يعرفونهم عشرة، أبو عبد الله، أبو عبد الله يبونه يدخل، أبو عبد الله لا، تسعة منهم ما يبونهم، ولا لا. فلابد أن تخبر بشيء يحصل به الأنس، تقول: أنا فلان بن فلان. ولذلك أخرج جماعة عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كره ذلك، يعني حتى أنا من أنت؟ وكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا يستطيع كل إنسان أن يعبر عن نفسه بقوله أنا، فلا يحصد المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. طيب، أيهما يقدم يا أخواني، الاستئذان أم السلام؟ الله سبحانه وتعالى قال: حتى يستأنسوا ويسلموا، وقلنا أن من أعلى أبواب الاستئناس الاستئذان. وجاء في السنة أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فقل: السلام عليك، أو السلام عليكم، أدخل. ففي الآية قدم ماذا؟ الاستئذان. وفي الحديث قدم ماذا؟ السلام. فهو قال: السلام عليكم، أدخل. أدخل هذا هو الاستئذان، السلام عليكم هذا هو السلام، وأدخل هو الاستئذان. فأيهما يقدم؟ الآية قدمت الاستئذان، والأحاديث كما قلنا قدمت السلام. قال بعض أهل العلم، جمهور أهل العلم يرى أنه يقدم السلام. لماذا؟
قالوا لأن السنة مفسرة للقرآن، السنة مفسرة للقرآن، والقرآن هل أتى بالترتيب أو بالعطف بالواو التي لا تقتضي الترتيب؟ ها؟ أتى بالعطف بالواو التي لا تقتضي الترتيب، قال حتى تستأنسوا وتسلموا، ما قال ثم تسلموا. الواو هل تقتضي الترتيب؟ العطف بالواو لا يقتضي. فلما أتتنا السنة وبينت أنه يبدأ بالسلام ثم الاستئذان، نقول إن السنة مفسرة للقرآن، وعلى هذا فالأولى أن يبدأ الإنسان بالسلام جمعاً بين الآية والحديث. طيب، بماذا يكون الاستئذان؟ الحديث ذكر أدخل، هل نلتزم بهذه الكلمة؟ أو هناك صيغ أخرى ممكن أن نستأذن بها؟ أحسنت، نقول إن الاستئذان يحصل بأي كلمة يفهم منها طلب الإذن عرفا، دق الباب، ضرب الجرس، المهم أي شيء أو أي كلمة يفهم منها الإذن عرفا فيصدق عليه معنى الاستئذان. حتى تستأنسوا، وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم، يعني أن هذا الخلق الذي أرشدناكم إليه خير لكم لعلكم تذكرون. لوجود المصالح، تصوروا يا أخواني أن هذا الخلق ليس موجود بين الناس، ماذا سيكون حالهم؟ هل سيكون للأبواب أو للبيوت حرمة؟ لا، ولذلك من انتهك حرمة البيوت فقد خالف هذا الهدي القرآني والهدي النبوي، فلا بد يا أخواني. ولذلك عبر عن الاستئذان بالاستئناس، يعني لا يكفي مجرد الإذن، إمعان في قضية هذا الخلق، أنه لا بد أن يحصل المقصود من دخولك هو الاستئناس، وأن تلقي التحية وهي السلام، فهو خير للطرفين، لمن؟ للمستأذن، ها؟ وللمستأذن، خير لكم، خير لكم، خير لكلا الطرفين. المستأذن إن كان في حال لا يريد أن يأذن فلا يأذن، ويكون عدم إذنه، شوف كيف السنة بألا يجيب، بألا يجيب. طيب، إذا ما أجاب يستمر في طرق الباب، يطرق الجرس إذا ماذا، يضرب الباب في حصات كبيرة جدا، ها، ويتصل بالتلفونات ويطنب في السيارة ويضرب، هذا إزعاج. لا، أنت أمرت بالاستئذان ثلاثة، إذا ما أذن لك فهو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون صاحب البيت غير موجود، أو أنه لا يريد أن يأذن لك، وهذا من حقه، إما أن الوقت غير مناسب أو هو لا يريدك، هو مشغول بشيء معين، المهم لا يريد أن يأذن لك، فلك أن تستأذن ثلاثا فقط، فإن أذن لك وإلا ترجع، وإلا ترجع، لعلكم تذكرون. قال سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، يعني ما أن تعلم أن هذا البيت ما في أحد، وش معنى الاستئذان؟ معنى أني أدخل، أتسور المحراب وأسور الباب والسور وأدخل،
يقول فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إذا ردكم من الباب قبل الإذن أو بعده، كأن يقول أخي الكريم أنا والله أعتذر الآن عن استقبالك لكذا وكذا، أو الآن أعتذر عن استقبالك، لا تزعل عليه، لا تتضايق منه. قال بعض المهاجرين طلبت عمري كل هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هذه تزكية ولا لا؟ هو أزكى لكم. فإن لم تجدوا فيها، أي في هذه البيوت التي هي بيوت الغير، هذا هو معنى الآية. وقال مجاهد إن لم يكن لكم فيها متاع، وضعفه الطابري وابن عطية. ثم قال الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هذه الآية الكريمة يا إخواني أخص من الآية التي قبلها، وهي تقتضي جواز دخول البيوت التي ليس لها أحد إذا كان فيها متاع. كيف إذا كان فيها متاع؟ كيف البيوت في بيوت ما لها أحد؟ قال العلماء المقصود بالمتاع هنا لا يقصد به الأدوات، يعني أن فيها حاجة، يعني أن فيها يعني أدوات لكم داخل هذه البيوت، وإنما المقصود المنفعة لكم، أي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير مسكونة. ما هي البيوت التي غير مسكونة؟ يقول العلماء كبيت الضيف، كانت العرب تضع بيت بعيد عن بيوتهم يسمونه بيت الضيافة، هذا ليس له أحد، بمعنى أنه قد فتح وأذن لكل من أتى أن يدخل، فيها متاع لكم، فيها منفعة لكم، لأنك إذا دخلت ضيفت ولا لا؟ وهي موجودة الآن في بعض القرى، في بعض القرى يجعلون بيت مستقل، بيت شعر أو غيره مستقل للضيافة، يعني ليس له حرمة، يعني لا يمكن أن ترى فيه ما تكره، هو معد للسائرين. ومن العلماء من قال إنه بيوتا غير مسكونة مثل البيوت المهجورة، يعني وأنت مسافر الآن تجد بعض المحلات الآن توه مبنية، بعض البيوت ما بعد انتهت، تستظل بها ساعة ساعتين وتمشي ولا لا؟ قد أذن لك، ما يحتاج أنك تجد، فيها منفعة لك ولا ما فيها منفعة؟ فيها منفعة لك، تستظل بظلها. قال بعض العلماء وبيوت مكة، بيوت مكة فيها منفعة لك، شوف لك أي بيت، فندق زمزم هذا ولا شركة مكة وادخل فيها، ايش رأيكم؟ ها؟ هكذا قالوا، قال بيوت مكة، شف لك الفنادق المحيطة بالحرام وادخل بسم الله، ها مجانا، فيها منفعة لك، صحيح أنت بتصلي في الحرام وتتصدل ترتاح. هذا على قول من قال هذا القول يا أخواني، على قول من قال أن بيوت مكة لا تملك أصلا، أن بيوت مكة، هناك بعض أهل العلم يرى أن بيوت مكة التي حول الحرم لا تملك ولا يجوز أن يملكها شخص، وإنما هي لعامة المسلمين، وهذا القول ضعيف، والصحيح أنها تملك، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لعقيل دارا، وهل ترك لنا فيها عقيل من رباع أو دور؟
ولذلك ليس المقصود يا أخواني بيوت مكة الواحد ها يروح بسم الله يدخل يشوف له أحسن فندق ويدخل فيه، لا، طيب. وقال بعض أهل العلم المراد بيوتا غير بيوت غير مسكون فيها الفنادق، منازل الأسفار، وهي الفنادق التي في طرق المسافرين، ذكر ذلك قتادة ومجاهد، فقالوا أن المراد بالآية هي الفنادق. وشلون الفنادق؟ يعني نشوف لك فندق وتدخله حتى لو في غير مكة؟ وش المقصود بالفنادق؟ كان العرب في ذلك يضعون بيوتا يستقبلون بها الناس ويسمونها فندق. الآن لا، الفندق الآن إيش؟ في 5 نجوم، في 7 نجوم، في 3 نجوم، 4 نجوم، ما غالية الآن، وغير مسموح لك أن تدخل إلا بمالك. فالإنسان يا أخواني لا يأخذ هذه الأقوال ويطبقها على واقعه، فإن المصطلحات تختلف، ويدل هذا على أن الفنادق موجودة من قديم. حتى قال القرطبي رحمه الله في تفسيره يقول إن إكرام الضيف لا يجب في هذا الوقت. قالوا لماذا؟ قال ينزل في الفندق، ينزل في الفندق، لأنه كان وين ساكن القرطبي رحمه الله؟ في قرطبة اللي هو في إسبانيا، قال ينزل في الفندق ما دام انه يجد له منزل ينزل في الفندق، هذا رأيه رحمه الله. وعلى كل حال المقصود يا اخواني ليس عليكم جناح، هو رفع الحرج ان ندخل بيوت غير مسكونة، يعني ليس لها صاحب، فيها متاع، معناه ايش؟ ليس المقصود ادوات، وانما فيها منفعة لنا، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ختم هذه الآية بتحذيرهم من دخول بيوت الغير المسكونة، أو أن تدخل شيئاً ليس لك فيه منفعة سواء كان مسكوناً أو غيره، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. إذن البيوت المراد التي ليس لها ساكن، والمتاع المراد به الذي فيه منفعة كالاستظلال. وقلنا أن من قال أن المراد بها بيوت مكة هذا على قول من قال أن بيوت مكة لا تملك، وهو قول ضعيف. ومن قال أن المراد بها الفنادق فإنما لا يعني بها الفنادق التي تؤجر، وإنما أراد بها الفنادق التي كانت في السابق، وهي أنها تعد للمسافرين، مثل يا أخواني التي تسمى الآن مدائن الحجاج ولا لا، وعن أبواب الحج. هذه مدائن الحجاج هل يحتاج الإنسان أن يستأذن؟ هي أعدت له، يرتاح فيها ساعة ساعتين، ينام فيها ليلته، ثم إيش؟ ثم يكمل بقية سفره. فهي منازل المسافرين التي أعدت قصداً لهؤلاء المسافرين، هذا المراد بهذه الآية. وبنهاية هذه الآية نكون قد انتهينا من تفسير ما يتعلق بهذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.